السعودية هي اللي دمرت الإرهابيين عم يستعملوا الشعب كدرع بشري. نحن عم نستعمل الشعب كدرع بشري. أنت بتأجلي أن هذا الدرع البشري لازم ينقسم. لا ما لازم ينقسم بهي الطريقة. إذا نحن بنطلب من رئيسنا إنه كل بلد كل منطقة بتعبى فيها إرهابيين الناس بنفس الحي يقولوا للرئيس وللجيش أخصت نريد أن نموت لأن كل إرهابي عاقبة الموت. نحن لا لك شغلة. العراق دمرتوها، ليبيا دمرتوها، سوريا ما بيطلع لكم وعمركم ما رح يطلع لكم، ونحن أقوى منكم. أي محطة سعودية؟ شكرا. Come back here and bring the phone.